الخبر اول اللي عادنا ان يا رامار وباريش دادوا تاكيد خبر انهم ما راح يصيرون فريق واحد وراح يصورون ويا بعض. فما طلعت اشاعات انه سمعوا صوت شادي اللي هو واحد من اعضاء فريق باريش دادوا بالمقطع اللي نزلته يا رامار، ومن الاشخاص اللي يسالون انه ممكن ينضمون ويا بعض. ولكن الشيء الاكيد موضوع ان امير الجلادين نزل هذا البوست اللي يقول به الخبر، فباريش دادوا ويا رامار اثنيناتهم حطوا لايك على هذا البوست، وهذا الشيء اللي خلى الاشاعات انه تنتشر بشكل اسرع. فما ادري الصراحه، انا حسب ما اشوف انه ممكن يصورون ويا بعض. اكتبوا لنا بالكومنتات شنو توقعاتكم لهذا الموضوع، حيصورون ويا بعض او لا. ننتقل حاليا نور ستارز وهتان واعترافها لها بالحب. فبهذا المقطع اللي نزلته بالانستار على قناته هتان اعترف النور ستار بالحب، راح اعطيكم اللقطه شوفوها. ابقى يا ولد خلاص. اوكي نعرف تحب الناس الحلوين، بس بكيف تعمل كل بنت بالعيون؟ احبها. بنفس الوقت نور ستار طبعا تعرضت للتهجم من جمهور نارين بيوتيوب، بالإضافة إلى شوية من التنمر. نور ستار نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا البوست، وبهذا البوست كان بهذه الصورة. ولكن العادة يا حبايب كل الكومنتات اللي عادة شان قاعدين يسبوها واللي قاعد يتنمروا عليها مثل ما شايفين بالكومنتات السب. فهذه صورة يا حبايب اللي نشرت، اكتبوا لها بالكومنتات هل تستحق التهجم اللي تعرضت له أو لا. ننتقل حاليا للمشكلة اللي صارت بين أنور مار وقمر مار، اللي صارت فعليا فجأة وانتهت بحوالي 10 دقائق بس. فأنور مار يا حبايب نزل مقطع على حسابه بالتيك توك، وبهذا المقطع أنور مار كتبت له تعليق، وهذا التعليق كان اللي كتب بيه انه حتى ابوك الرباك لك عاش انفر. صراحه ما ادري شنو يعني بالضبط هذا التعليق مالتها، لكن بعد التعليق بشويه يا حبايب هم لغوا الفولو عن بعض، فما اتوقع صراحه صار هذا الشيء بالصدفه. وبعدها يا حبايب بعد ما رجعوا الفولات لبعض، هي حذفت التعليق مالتها اللي كتبت له لانه مر على التيك توك، يمكن هو ضاج من عنده. ما ادري اكتبوا لنا بالكومنتات يا حبايب شنو توقعون اللي صار بيناتهم بالضبط. نروح حاليا لياس ودخولها المستشفى. بالنسبه اللي سال عن السبب، فهي حاليا ضربت ابره اللقاح مال كورونا، فنزلت شويه ستوريات هي وكارولين يضربون اللقاح مال كورونا. حطكم يا كيف استعدادك للقاح؟ اليوم ياسمين هتاخذ لقاح ورايحه معه، طبعا لقاح كوكو يعني كورونا. اخذت اللقاح. كيف امنيك صدقيت يا اختي رئيسة؟ قالت لي لازم انطر هون 15 دقيقة مشان صار شيء دغري لحقوني. والله ما حسيت بأي شيء يعني صراحة، كثير 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 طبيعي، جدا طبيعي، حتى شكة الإبرة ما بتحس فيها، كثير طبيعية. ما بعرف بنشوف لبعدين شو حيصير. واخر شيء نختم بماريان غريب واعترافها بالحب. ماريان نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي كانت كاتبه عليه، حبيت اعرفكم على حبيبي ولكن للاسف هو ما يريد يطلع وجهه. بعدين نشرت الستوري اللي هو كان رسمه وحط عليه ايموجي. وبصل يا حبايبنا وصلت المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، تحطون لايك تشتركوا بالقناه، تشتركوا في فيديو زي مقاطع من القصص. مع السلامه.